مشاهدينا حياكم الله وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة من الموريتانية وأبرز ما فيها الليلة. خلال اجتماع مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوة وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يدعو في خطاب أمام الدورة 70 للمنظومة الأممية إلى تخفيف أعباء المديونية التي ترزح تحتها بعض البلدان السائرة في طريق النمو. البعثات الحكومية المكلفة بشرح مضامين اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني تواصل لقاءاتها التحسيسية مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت رئاسة الجمهورية بأنه بموجب مراسيم صادرة اليوم تم تعيين أولا قائد لأركان الحرس الوطني اللواء مصغار والسيدي، ثانيا قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية اللواء لبات ولي المعيوف، ثالثا المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن العقيد كوني حسن، رابعا المدير العام للأمن الخارجي والتوثيق العقيد محمد فال والمعيف. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز برقية التعزية التالية إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب الجلالة والأخ العزيز. تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود، وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لجلالتكم ومن خلالكم لكافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة وللشعب السعودي الشقيق عن خالص التعازي والمواساة، سائل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية. وجدد رئيس الجمهورية بهذه البرقية إرادة بلادنا الصادقة في العمل على تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم برقية تهنئة إلى السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية. أكد رئيس الجمهورية لنظيره النيجيري عزم بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. اجتمع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تصحيح النقص الحاصل في الموائمة بين الامتيازات التي يستفيد منها وكلاء المحاسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك التي يستفيد منها نظرائهم العاملون في وزارة المالية. واعتبارا لضخامة المسؤوليات الملقاة على عواتق هؤلاء الوكلاء، يقترح مشروع المرسوم منحهم مستوى علاوات أكثر إنصافا بما يساهم في تطبيع وضعيتهم وتحصينهم ضد مخاطر الإغراءات التي يعرضهم لها تعاملهم مع الأموال. قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي، قدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير التهذيب الوطني بيانا يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2015-2016. يستعرض هذا البيان حصيلة السنة الدراسية 2014-2015 سنة التعليم التي تميزت بإعداد وتفعيل برنامج شامل لتحسين نوعية التعليم. كما يقترح البيان الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ويحدد الوسائل الضرورية التي يجب أن تعبئها من أجل أو تعبيتها عفوا من أجل توطيد مكتسبات سنة التعليم فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المستلزمات التربوية. وقدم وزير الزراعة ووزير الصحة بيانا مشتركا حول مشكل الباعوض في نواكشوط. يستعرض هذا البيان الأسباب المناخية والبيئية لموجة انتشار الباعوض المتفاقمة في بلادنا وخاصة على مستوى مدينة نواكشوط.
كما يبرز البيان النواقص الملاحظة في أساليب التدخل وحملة المكافحة المقام بها من لدن السلطات العمومية في كبريات مدن البلاد، مع اقتراح جملة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل للبحث عن حل دائم لهذه المشكلة بما يضمن حماية صحة المواطنين. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الدفاع الوطني، الأمانة العامة، الأمين العام العقيد حنان والهنون، وزارة الداخلية واللامركزية، الإدارة المركزية، التجمع العام لأمن الطرق، المدير العام الجنرال محمد والبلال والعمر صالح، الإدارة الإقليمية، ولاية داخلة وديبو، مركز بولنوار الإدارية، رئيس المركز المقدم شريف أحمد مولاي أحمد، ولاية تير الزمور، مقاطعة بير مقرينة، الحاكم العقيد بكار والإبراهيم والبسيفة، وزارة المالية، الإدارة المركزية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، المدير العام محمد لمين والذهبي، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا، المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، المدير العام محمد يحيى والمحمد يحيى مفتش عام للدولة سابقا. هذا وعلق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والمالية والتهذيب الوطنية على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد محمد الأمين وللشيخ أن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبيان يتعلق بافتتاح سنة الدراسية 2015-2016. وبين وزير المالية المختار لاجاي أن هذا المشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تصحيح النقص الحاصل في الموائمة بين الامتيازات التي يستفيد منها وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك التي يستفيد منها نظراؤهم العاملون في وزارة المالية. بدوره بين وزير التهذيب الوطني السيد باو عثمان أن المجلس قرر تأجيل افتتاح السنة الدراسية مدة أسبوعين، وذلك بعد تقييم وضعية المؤسسات التعليمية وحماية للمدرسين والتلاميذ. هذا وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي كاملة بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية بحول الله. ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيد حمادي والميمو خطابا باسم رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز أمام الدورة 70 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا فيه إلى بذل الجهود في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل تخفيف أعباء المديونية التي ترزح تحتها بعض البلدان السائرة في طريق النمو. نلتقي اليوم وقد مر على إنشاء منظمتنا العتيدة 70 عاما انقضت في العمل الدؤوب على تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها، ويحق لنا أن نهنئ أنفسنا على ما تحقق خلال هذه المسيرة الحافلة دون أن يغيب عنا ما يواجهه العالم من تحديات جسام في مجال السلم والأمن والتنمية المستدامة. نأمل أن تساهم خطة التنمية لما بعد 2015 في مواجهتها بشكل ناجع، كما ينبغي أن نعمل جميعا في إطار منظمة الأمم المتحدة على تخفيف أعباء المديونية التي ترزح تحتها بعض البلدان فتعيق نموها الاقتصادي وتهدد استقرارها والسلم الاجتماعي فيها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نعمل باستمرار على تحقيق الرفاه لشعبنا من خلال المشاريع التنموية العديدة التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ومع شركائنا في التنمية،
وقد حققت بلادنا في السنوات الأخيرة نتائج ملحوظة انعكست إيجابا على مستوى عيش مواطنينا، فتم الحد من البطالة والعمل على توسعة قاعدة الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحسينها وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، وفي ميدان ترسيخ دولة القانون عملت الحكومة الموريتانية على تقوية الجهاز القضائي ودعم استقلاليته واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام. ننبه إلى عنايتكم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم متابعة الخطاب كامل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أمام الدورة 70 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد هذه النشرة بحول الله. أصبحت الحوارات السياسية مصدرا أساسيا لتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنى السياسية والديمقراطية، فبعد كل حوار تكتشف إصلاحات وتفتح الآفاق أمام إصلاحات أخرى. وكان لحوار 2011 بين الأطياف السياسية الوطنية دور في ترقية الممارسة الديمقراطية من خلال النصوص والآليات التي اتفق عليها الأطراف من مختلف مشاربهم، فكانت نتائج ذلك الحوار أساسا لعبور منظومتنا السياسية نحو المزيد من الإصلاحات. كانت مخرجات حوار 2011 بمثابة نقلة نوعية لجهة إقرارها نصوصا وآليات ساهمت في وضع قطار التجربة الديمقراطية على أولى سكك النضج والتطور الهادئ، إذ لم تكن هناك تابوهات أمام المشاركين في تلك الجلسات التي خلقت فرصة لغربلة الآراء المتباينة قبل جمعها وترتيبها وإصدارها في وثيقة شاملة. ومن أبرز المواضيع التي طرحت للبحث واتفق على تصورات لمعالجتها مواضيع الوحدة الوطنية وضرورة تقوية اللحبة الاجتماعية، تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال السمعي البصري ووضع المعارضة الديمقراطية، بالإضافة إلى المدونة الانتخابية ومواضيع التناوب السلمي على السلطة ومكانة ودور الجيش الوطني، كما تم التطرق لمواضيع الحكامة الرشيدة وحياد الإدارة ومهنيتها أيضا، وبحثت مواضيع التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب وغيرها. وقد يكون من حسن حظ الطبقة السياسية في البلد اليوم أن أي حوارات قادمة لن يجد فيها المتحاورون عناء فيما يتعلق بهذه الإشكالات، وهو ما يعني أن ملفات أخرى كالمجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات والوكالة الوطنية للإحصاء والوثائق المؤمنة واستقلالية الإدارة وغيرها من ملفات ستخضع للمناقشة من طرف الأطياف السياسية والمجتمعية التي تقرر الالتحاق بقاطرة الحوار. عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري صحبة وزير البيئة والتنمية المستدامة مساء أمس بولاية نواكشوط الغربية اجتماعا موسعا مع المنتخبين والأطر وممثلي هيئات المجتمع المدني وجمع من المواطنين. شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع المواطنين على مضامين اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني المزمع تنظيمه في شهر أكتوبر. مع استعداد الحكومة ودعواتها المتكررة للحوار وأمام تذبذب بعض أطراف المعارضة تجاه الموضوع، رأت الدولة مجددا أن الحوار الوطني الشامل هو أنجع وسيلة للتآلف والتعاون على بناء الوطن، فدخلت في حملة وطنية شاملة دعت إليها الأطر والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني لبحث المراحل التي مر بها الحوار في موريتانيا منذ 2009 إلى اليوم. وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني والشروقة رئيس الوفد الوزاري الموفد إلى ولاية نواكشوط الغربية تحدث عن السياق العام لهذا الحدث الوطني. رئيس الجمهورية حرصا منه وقناعة منه على الحوار يمكن من تحسين ممارسة الديمقراطية ويمكن من تحيين المؤسسات الديمقراطية والقنوات التشاورية من أجل استقرار المنظومة المحاكمة بصفة عامة ومن أجل الإطلاع إلى تنمية وازدهار وطن لوحده. وهذا قام به رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد السلطة، سواء عن بداية الحركة التصحيحية أو الخطاب الذي دعا إليه الحوار وقام به. والهدف
من الحوار يقولنا على ان اي مجتمع يجد الاليه اللي لا يتمكنوا من تنظيم الشؤون المجتمعيه بصيغه سلميه وبصيغه تمكن من البلوغ الى التنميه. ونحن على اعتاب مستقبل يبحث عن موريتانيا الجديدة، لابد يقول السيد الوزير أن تتحمل كل الأطراف المسؤولية كاملة إزاء هذا الحوار للمشاركة بفعالية في الخروج منه بآليات ومقترحات واضحة تعالج كل المشكلات المطروحة. وزير البيئة والتنمية المستدامة عضو البعثة السيد أميدي كامرا قال إن هذه الأيام التحسيسية تركز على شرح نتائج الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني الشامل التي احتضنتها نواكشوط مؤخرا، مؤكدا أن المشاركين في تلك الأيام ناقشوا بإسهاب سبل الخروج من كل الخلافات التي ما زالت تمثل عند البعض حجر عثرة نحو الانطلاق ببلادنا إلى غد أفضل. أما والي نواكشوط الغربية السيد ماحي والحامد الذي افتتح اللقاء فقد استعرض محاور وبرنامج هذه الحملة التحسيسية على مستوى ولايته، مؤكدا دعوته لكل الأطراف المعارضة إلى الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة تفاديا للخلافات الضيقة التي لا تخدم المصلحة العامة للبلد. مداخلات سكان مقاطعة تفرغ زينة ناقشت الموضوع بجميع حيثياته، وأجمع الحاضرون على أن الدخول في الحوار المرتقب هو أنجع وسيلة لتخطي المرحلة. أنا نختار نقول على أي موريتاني حارس على مصلحة موريتاني والله يفكر فيها والله تقيمه من الرقاد ما يقدر يبقى عند الحوار. وأعلن السيد الرئيس مشكور له وشاهد له بها العالم كامل وعاد مثيل وقدوة في حرصه على مد ليد للحوار. وعلى النزول للقاعدة الشعبية سواء في الولايات في الداخل وسواء في نواكشوط. في الحقيقة هذا الحوار من أهم شيء يقد صح، ونعرف عنه نختار الناس كاملة تجيه ونختار كل حد يتكلم عن أفكاره ويقول رأيه، وظاهر اللي مولي عن اللي ما هم جايين واللي ما يقدوا يجوه ما فاتوا لين عادوا شرط شروط عن هذا ما يقدر صح، وحد قاعد شرط شرط وعدل له ما تلقى جاي للحوار ما تلقى عينه في الحوار يقدر يلتهم يجوا وذا اللي دوره يناقشوه في الحوار ويناقشوه مع المواطنين. يا الله الناس كامله اللي ما شاركت في الحوار تلتحق بالحوار وتعرف عن الحوار على انه مرتبط بذلي قالوا كيان الدوله وكيان الامه وكيان هذا الشعب، ولا يلا رقاش يرفضوا يرفض مصير شعب على ملت أهداف والله غايات محددة ومسبقا. وبين هذه اللقاءات واللقاءات اللاحقة يبقى الحوار وحده هو النهج الأساس للتسليم بالشراكة الوطنية بين كل القوى والأطراف بغية الوصول إلى رؤية موحدة وفهم مشترك لطبيعة وأهداف الحراك السياسي في موريتانيا. وفي ولاية نواكشوط الجنوبية نظمت البعثة الحكومية المكلفة بشرح توصيات الجلسات التمهيدية للحوار مهرجانا تحسيسيا بدار الشباب الجديدة بمقاطعة الميناء. تطرق المتدخلون في هذه التظاهرة إلى مخرجات الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني المرتقب. سكان مقاطعة الميناء كانوا على موعد مع مهرجان تحسيسي حول توصيات الجلسات التمهيدية للحوار التي انعقدت مؤخرا بقصر المؤتمرات. وزير الصحة رئيس البعثة الحكومية المكلفة بشرح مضامين الحوار على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية استعرض أمام ساكنة الميناء الحالة السياسية للبلاد منذ سنة 2009، مبرزا الإنجازات التي تم القيام بها وتتطلب المحافظة عليها وئاما وانسجابا وطنيا لن يتأتى إلا من خلال الحوار وتبادل الآراء. واستعرض الوزير في هذا السياق تاريخ الحوارات الوطنية ونتائجها منذ سنة 2009 مثل حوار دكار وحوار 2011 والجلسات التمهيدية للحوار التي انعقدت الشهر الماضي. نحن أغلبية ورئيسنا منتخب بأغلبية مريحة، والبرلمان عندنا فيه أغلبية مريحة، ومجلس الشيوخ عندنا فيه أغلبية مريحة، هذا ما حكمنا عن نفتحوا باب الحوار. الإنجازات المتتالية اللي نعدلوا والاقتصاد اللي ينمو ما حكمنا عن الحوار، فاتحين الباب للحوار وطالبين على كل حال من جميع الموريتانيين انهم يعرفون الحوار في مصلحة الجميع ومصلحة موريتان، ونحن ذل بين الله عزة موريتان وبين عزة تنمية موريتان وبين الموريتان تعود دولة ثابتة وقائمة ومبنية على اللي ينقالوا العدالة ومبنية على الإخاء ومبنية على الديمقراطية. وواجبنا نحن كنظام
وانتم كجزء من ذا النظام به اللي انتم هما اللي زكيتوا ذا النظام وجزء من ذا النظام، ويا الله تعودوا تعرفون عندكم مسؤوليات. هذه المسؤوليات هي شنهي؟ هي انكم تفتحوا الباب للحوار وتفتحوا الباب للاستماع للآخرين وتطلبوا الناس بضرورة الحوار. وزير التدريب الوطني أكد بالمناسبة أن غالبية الشعب الموريتاني تريد الحوار، وأن الديمقراطية تتطلب الحوار، ومصلحة الوطن تفرض التشاور وتبادل الآراء. نختار نقول في تاريخ هاي الديوان مستاع اللي جاء املأ له راسه يلي نقال له السنة التشاور. كل شيء، كل رواية اللي تمس مصلحة الوطن من فخامة الرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز إلى موظف بسيط دائما يشاور مع المواطنين. جاكم هون في زيارات مفاجئة ميدانية، إياك يطالع إلى مشاكل مواطنين البسطاء. وهذا دليل لأن هاي البعثة اليوم اللي جاكم هاي طارئة، هاي في التاريخ هاي النظام عودكم لأن كل رواية، كل عملية، كل لا كامل في مصلحة الوطن يجي يشاور ويعطي صورة واضحة للمواطنين. المستشارة بالوزارة الأولى السيدة مريم تتوراد قالت إن الحوار بالنسبة للحكومة مبدو وقناعة، وبينت أن إطلاع المواطنين على ما تقوم به الحكومة من خلال الاتصال المباشر سنة حميدة تخدم بناء الوطن وإرساء الديمقراطية. مهرجان مقاطعة الميناء تضمن مداخلات عديدة من قبل المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني، ذمنت الحوار وطالبت الجميع بالتوجه إليه والإسهام فيه. حوار زين عندنا ومؤكدين، وإحنا مقاطعة الميناء رغم اختلافاتنا أحزابنا ورغم اختلافات أعراقنا وجنسياتنا مؤكدين الحوار، وقتنا عندنا فيه تحسيسات وزين عندنا ومتبنينه. الله إن الحوار من الناس اللي مساندينه حتى وعدنا له التحسيس وزين عندنا. عندما تتجاور الآراء المتباينة على بساط الحوار ويعبر الجميع عن آرائهم وتتزاحم العقول يخرج الصواب وتسد الطرق على أي طريقة أخرى للتعبير عن الرأي بصفة غير حضارية. كما شهدت ولاية نواكشوط الشمالية انطلاق حملة تحسيسية تنظمها بعثة حكومية حول اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل. الوفد الحكومي أطلق هذه الحملة من مقاطعة دار النعيم حيث استعرض مرتكزات الحوار الوطني المرتقب. انطلاق الحملة التحسيسية حول أهمية الحوار الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية. مهرجان شعبي تشكل جمهوره من مختلف أطياف الشعب الموريتاني. لساعات ناقش الوفد الرسمي هنا مع الحاضرين أبرز القضايا المحورية في تطلعات المواطن الموريتاني. وزير البترول والطاقة والمعادن رئيس الوفد في بداية المهرجان استعرض بعض ملامح الحالة العامة للبلد خلال السنوات الأخيرة. تم تعزيز قدرات وسائل الرقابة المفتشية العام ومحكمة الحسابات، وأيضا تصريح بممتلكات المسؤولين، وتم تطهير المالية العامة وتسيير أحسن للموارد البشرية، وذاك انعكس على مستوى الاحتياطي اللي اليوم 860 مليون دولار، وذاك يغطي قرابة 6 أشهر من الواردات. أيضا تجسد ذلك في نسبة التمويل الذاتي للدولة في ميزانية الاستثمار اللي كانت سنة 2009 مساهمة ميزانة الدولة في الاستثمار ما تجاوز 35 مليار ملوقية، وسنة 2014 بفضل هذه الجهود ميزانة الدولة ساهمت بنسبة قريب من 50% 120 مليار في تمويل الاستثمار، وهذا كامل تم بفضل الجهود اللي وعدلت على هذا المحور اللي متعلق بتحسين الحكامة العامة الرشيدة. إرساء دعائم للحوار كثقافة تمليها قواعد التشارك كان له الحيز الأكبر في تركيز الوفد الحكومي، إذ سردت وزيرة الزراعة محطات من نتائج شهدها التاريخ السياسي والأمني لموريتانيا جراء فرصة التحاور. حرصت القيادة الوطنية عنها في ذا البلد عنها تدعي للحوار في كل مناسبة، وفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز دائما في كل مناسبة ما يفوت أي فرصة ما دعا فيها الحوار وطني مفتوح يشاركوا فيه جميع الموريتانيين من فاعلين سياسيين خدمة المصلحة العليا لهذا البلد
ولا هو في المجال السياسي وحده، وتعرفوا عنه مولي فات خلق حوار مع السجناء السلفيين وعنه أدى نتيجة، إذا عن الحوار بنتيجته أدى نتيجة بجميع الحالات اللي استفادت من خلال هذا الحوار. ما في حد ما يزيد على 40 حالة، حالة واحدة منها هي اللي عادت للجرم اللي كانت قائمة به، معناها عن الحوار دائما في نتيجة. مداخلات الجمهور من سكان مقاطعة دار النعيم تمحورت في الغالب حول دعوة جميع السياسيين للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، هي حملة أراد منظموها أن تكرس لنهج جديد في سياسة التواصل بين القائمين على السلطة في البلد والقاعدة الشعبية أينما كانت. وفي مقاطعة الشام بولاية داخلة وذيب عقد وزير التجهيز والنقل اجتماعا موسعا مع سكان المدينة أطلعهم خلاله على مخرجات الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني. في مدينة الشام المحطة الثانية ضمن برنامج زيارة البعثة الحكومية لشرح مضامين مخرجات الأيام التشاورية الممهدة للحوار الشامل على مستوى ولاية داخلة وذيب، استعرض وزير التجهيز والنقل السيد محمد الخونة خلال لقاء توعوي أمام هذا الحضور من منتخبين ووطن ووجهاء ومواطنين ما تحقق من إنجازات على كافة الصعد، مبرزا نشر الحوار الذي اتخذته الحكومة من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية والتنموية الاجتماعية والسياسية، مؤكدا على الحوار كآلية للتغيير البناء. الحوار ما هو كيت اللي يقولوا البعض والله يصرب انه حد خايف ولا ضعيف، ما هو ما خايف رقاش غير فعلا الناس اللي فخامة الرئيس اللي انتم طيتوها صواتكم مقتنع انه الحوار يلا يعود هو وسيلة حل مشاكل موريتانيا، يلا يعود سنة مرخصة فينا كاملين. يا غير منطق الشروط التعجيزية هذا منطق من وجهة نظرنا احنا شفناه انه رجاج ما هو جدي في الحوار ولا ما يدور، يقار مع هذا كامل تم الباب لا مفتوح وتمت المحاولات لا خالقه من طرف الحكومه من طرف الاغلبيه اللي التالي منها هؤلاء الايام اللي يعدوا في مغشوط اللي نقبل لهم الاسم ما هو بدايه الحوار، يقار قلنا ايام تمهيديه الحوار ياك نعدوا نعيطوا له الموريتان كامله من معارضه من اغلبيه من احزاب من فاعلين من نقابات شبابيه ونسائيه، يقعدوا يفوتوا نهارين يناقشوا كاع امورهم يقولوا ذا الحوار اش مديور منه. ثانيا شيل المشاكل يا الله وتنطرح. ذوك الايام فعلا كانت نجاح به لجزء كبير من الاحزاب والله من الناس اللي كانت الاحزاب المعارضه جات وحضرت جزء كبير، وقطعا كانت الاغلبيه الكبيره الساحقه من المشاركين ذوك الايام مطالب النان من نمط الحوار انه زين ويا الله متشفي. والي داخلة وذيب السيد محمد فالول أحمد يورا أوضح المرامي القاضية بإفادة بعثات حكومية للداخل في إطار التحسيس بمخرجات الحوار وجعل المواطن في الصورة. وفي مداخلات مماثلة تحدث كل من نائب مقاطعة الشام وعمدي بلديات الشام ومقارة ميمشات، حيث طرقت المداخلات لضرورة الحوار كأس للتنمية باعتباره سندا للديمقراطية والنماء. أما الحضور من الجمهور بعد ذلك فقد أبرزت مداخلاته أهمية مشاركة جميع الطيف السياسي لصالح الوطن في الحوار المرتقب لتعزيز الوحدة والتلاحم من أجل أمن ورفاهية موريتانيا. بدورها آراء المواطنين مختلف القرى وتجمعات مقاطعة الشام الجديدة حملت التأكيد على أهمية مشاركة الجميع في الحوار الذي يعد أفضل وسيلة لتعزيز الممارسة الديمقراطية. جاء من عند 120 كي ولا 100 كي جوا للحوار ويا شو تشي ما زين قال كامل ما اللي فيه زين زين عندنا وداعي للناس كامل والشعب الموريتاني هون كامل داعم الحوار وزين عندنا ولا كيفتوش الحوار زين عندنا وماشيين فيه ولا تقد قاعد تقيم البنية دونه وزين عندنا ويالط الناس كاملة لا توجه شور وتدخل في الحوار إلين يعود شبنة تيش نشاط يصيلة شكل أثر المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا فضاء للتواصل مع المواطنين، حيث تطرق وزير التجهيز والنقل السيد محمد الخونة لجهود الحكومة في مجال التنمية الشاملة خاصة ما يتعلق بمجال البنية التحتية والطرق، وأشار الوزير إلى أن الحوار يأتي لتعزيز هذه المكاسب التي تحققت في شتى المجالات داعيا المتغيبين إلى اللحاق بالحوار الشامل الذي يعتبر مسارا لا رجعة فيه.
إلى ولاية ترارزة، حيث عقد وزير التشغيل والتكوين المهني اجتماعا ضم المنتخبين والأطر وجمع من المواطنين في مقاطعة المبرذرة. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة ماضية في التزاماتها من أجل حوار شامل وبناء يخدم المصلحة العليا للبلد، مؤكدا أن كافة أسباب نجاح الحوار المرتقب سيتم توفيرها. اجتماع لأطر مقاطعة المبرذرة مع البعثة الحكومية، بعثة تحمل معها رسالة الحكومة إلى الشعب بأن الحوار منهج ثابت وباب مفتوح أمام الجميع لا شيء فيه مستور عن الرأي العام. الحوار مات لنا قابلين عود بين أربع جدران مقفلة عليهم جماعتين، واحدين من موالاة واحدين من المعارضة. عندنا قايلين عن لاحق الحوار عود شاهد إليه جماعة من المسلمين، شاهد إليه موريتانيين كاملة، ومفتوح للناس كاملة، للأحزاب، للمجتمع المدني، للنقابات كاملة يلاه تساهم به، لأن أوضاع البلد ومستقبل البلد يعني الناس كاملة. إذا ذا خيار جديد فتحناه، وهو اللي أدى بينا. فتحنا ذو الأيام التشاورية التمهيدية، كان كل واحد منا يدلو بدلو يقول فكرته فيها، لأن تجتمع الناس قدر في أكتوبر تعود عندها شيء بين يديها تقدر تناقش فيه، ما خالي فكرة خبر من أنتوما ما أناقش في الأيام اللي ماضية. وعليه نحن مصممين عن عدل حوار في شهر أكتوبر، وسيد معالي الوزير الأول بتقسم رسالته اللي تدعي الناس كاملة، الأحزاب السياسية منضوية في مجموعات أحزاب سياسية، والله الأشخاص المهمة مؤثرة، مواطنين كاملين داعين للحوار. افساح المجال أمام أطر مقاطعة المبرذرة جسد صورة عن الحوار المنشود بتنوع الآراء التي وضعت على الطاولة، آراء تحمل مشاكل المقاطعة وهممها ومقترحات مرفوعة إلى الحوار المنتظر. الحوار العاد لا يخلق، هو قاع لابد منه، يا غير بعد في نطاق سياسي عنده بلدات معروفات له ومعهودات له، هما الغرف البرلمانيه المنتخبه. وإلى ما خلق بعد قاع الحوار وجات الناس كامله، هذا ليتم ما عنده نتيجه. وهذا اللي مبارك معاه هم اللي كامل خاصه ينضبط شوي، يبارك معاه لين تجي الناس اللي الله تحاور ويحاور معاه ويشتد معاه الاخبار. المدرره مطالبين كاملينهم بالحوار، وزين عندهم ظاهر لهم عن الناس يا الله تجمع وتشد الاخبار. اختيروا مصلحه موريتانيا تعود فوق كل اعتبار وكل أغراض شخصية. الحوار ما هو جديد في المسار الديمقراطي الموريتاني، باللي يخلوه حوارات أخرى. والحوار ما مختلفين على اثنين، ما يحتاج الموريتاني الحوار ياكي أكدوا أنه مهم هذا الناس كامل. يا غير الجديد في الحوار اليوم هو آلية الحوار اللي مقبوله اللي أشمل من ذي قبل، ودقة الآلية المستخدمة لكي تشمل الناس كامل، واللي منها حالا وجودنا في المقاطعات الشرح الممهدات اللي خلقت. تلك هي النظرة العامة لأطر مقاطعة المبرذرة، وهم في جلسة حوار مفتوح مكانة من طرح أفكارهم والمشاركة الفعلية في حدث وطني ينتظر الجميع جني ثماره في أقرب وقت. وإلى ولاية أدرار، حيث عقدت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية اجتماعا ضم الأطر والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين. أبرزت فيه أن الحوار هو السبيل الحضاري لنقاش القضايا الوطنية بين مختلف الفاعلين السياسيين دون إقصاء أو تهميش. مقاطعة وادن التابعة لولاية أدرار كانت المحطة الثانية من الزيارة التي تؤديها وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة هند بنت عينينا لهذه الولاية في إطار حملة التحسيس بأهمية الحوار المرتقب، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع الساكنة لسرد النقاط التي تم طرحها في الأيام التشاورية الممهدة للحوار الشامل المنتظر وشرح مضامينها للمواطنين. الهيئات الدستورية وعلاقات السلط وصلاحيات الأحزاب السياسية، الهيئات النقابية، منظمات المجتمع المدني، وحتى شعارات الدولة اللي هي العلم الوطني، النشيد الوطني، لكن نقول لكم عن ما خارج شيء ما اشتدت أخباره. آليات التناوب السلمي على السلطة، هذه مو اللي اشتدت أخباره، وكل حد طرح فيها رأيه.
المنظومة الانتخابية وآليات الانتخاب وضمانات الشفافية ومصداقية المسار الانتخابي، دور الشباب وتجديد الطبقة السياسية، المال السياسي، الشفافية في تمويل العمل السياسي، الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية وحماية وترقية الحريات الفردية والجماعية، الشفافية في تسيير الشؤون العامة، دولة القانون، استقلالية القضاء وضمانات المحاكمات العادلة. هذا كامل لامل المسائل اللي اشتد أخبارها، تفعيل القوانين وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بحياد الإدارة والمؤسسة الأمنية وبقائهما على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسية، تمكين كل الفرقاء السياسيين من الولوج إلى وسائل الإعلام العمومي بشكل عادل، إصلاح وتوحيد المنظومة التربوية، الوحدة الوطنية، التعايش والتضامن الاجتماعي بين مكونات الأمة، اللغة كأداة لتحديد الهوية وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة التنوع وتثمين القيم المشتركة، التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة، التنمية المحلية وتفعيل اللامركزية والإصلاح العقاري، الأمن ومكافحة الإرهاب، التمييز الإيجابي لصالح الطبقات الهشة ومعالجة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والإرث الإنساني، دور المجتمع المدني، سبل ترقية التراث والصناعة التقليدية والفنون الوطنية، مكانة المرأة، ثقافة المواطنة، الحوار الاجتماعي. لأن عنا ما بقى شيء من شيء يعني موريتان مطرح. المكلف بمهمه في ديوان الوزير الأول السيد محمد يحيى والأحمد قال في مداخلته إن القيادة الوطنية جادة في الحوار وتدعو إليه دائما كوسيلة أساسية للتوافق، فيما أكد الدكتور محمد دمين الكتاب أن الحكومة اتخذت الحوار وسيلة حضرية لتجاوز كل الخلافات والتجاذبات السياسية، وقد تمسكت بهذا المبدأ الحميد منذ عام 2009 وما زالت تحتفظ به حتى اليوم. المنتخبون على مستوى المقاطعة دعوا إلى مشاركة الجميع وذمنوا الدور الذي تقوم به الحكومة من تحسيس حول أهمية الحوار، ولم يغب رأي المواطن في هذا الاجتماع الموسع حيث أدلى بدلوه وعبر عما يدور في خلده. نقول لكم عن ساكنة ودان ودعني متعدلها لأنها مستعدة ومباركة للمسار تشارك فيه على مستواها، ومستواها إن شاء الله يعود هو التحسيس. نختار نقول بعلنا احنا الموريتانيين اعلنا نذالنا متنقدين هذا الحوار. لنا أمل كبير في هذا الحوار لأن لدينا قيادة وطنية حريصة على أمن واستقرار هذا البلد ومصلحته. أنا ذا من حزب الوئام يقيد اللي راعي فيه ما يراعي فيه الوئام كاملين. نعرف عن فم تقير في موريتانيا، نعرف عن موريتانيا طاري له شيء جديد. وفي الأخير ردت السيدة الوزيرة على كل التساؤلات والاستشكالات التي وردت في بعض المداخلات. من مدينة ودان بعثة التلفزة الموريتانية. وإلى ولاية البراكنة حيث عقدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون الإفريقية والمغاربية والموريتانيين بالخارج بمقاطعة بوغي اجتماعا موسعا مع المنتخبين والأطر وجمع من سكان المقاطعة. وتحدثت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع عن أهمية الحوار المرتقب في شهر أكتوبر الجاري، مبرزة أهمية النقاط التي تضمنتها مخرجات الأيام التمهيدية الأخيرة للحوار. تداعت إلى هذا الاجتماع التحسيسي حول مخرجات الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني المرتقب مختلف الفاعلين السياسيين وأطر وسكان مقاطعة بوغي. اللقاء شكل فرصة لطرح مختلف القضايا المرتبطة بهذا الحوار والتي حددها التقرير النهائي للأيام التشاورية، وطالت مواضيع ترسيخ وتعزيز التجربة الديمقراطية وإصلاح القضاء ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واحترام حقوق الإنسان والتناوب السلمي على السلطة وإصلاح المنظومة التربوية والصحية وغيرها من القضايا التي تشغل بال المواطن. هذه الأيام التمهيدية اللي تحضر لهذا الحوار اللي نحن إن شاء الله وقلت لنا مرتقبين إن شاء الله في شهر أكتوبر، بعلنه هو حوار، هو طرح للمشاكل. موريتانيا ما هي بأزمة، لا نحن بأزمة سياسية، لا نحن بأزمة اقتصادية، لا نحن بأزمة أمنية، هذا نختار وعود واضح. لكن الحوار معناه شو؟ الحوار أولا سنة الله سبحانه وتعالى، تعالوا قال وشاورهم في الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام تعالوا ملي، والمشاورة خير والصلح خير، معنا نفهم ياسر من الأوامر تخلينا على نعود نشاور ونطرح ونعدل الحوار. خلينا نقول عن هذا الحوار لأنه مبدأ
وسياسه عن فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد بن عبد العزيز. واعلنوا دعاله مرات، ادعاله من انتخابه من 2009 جاي لليوم، وفي عده مناسبات ادعاله 2009، ادعاله 2011، 2013 و2014، ودعاله بشنقيطي، ودعاله ضرب من خلال هذه الايام التشاوريه. وهو منهج عنده معناها انه سياسيه وطريقه وانفتاح، وهو اللي خلى يخلقوا هذه الايام التشاوريه، يا في حضروا لهذا الحوار، يا كنا ما نعودوا توبا لا داخلين حوار وتراو مثلا يفوت في ياسر من الوقت ما طرحنا مشاكلنا، المشاكل واقعتيا عرفت هذه الايام التشاوريه اللي خلت نواقشوه ما بقى طيب سياسي من عند الاحزاب. للمجتمع المدني، للنقابات، للحقوقيين، للأساتذة الجامعات، للناس اللي الشخصيات، ويسوى ذاك اللي منها بالأغلبية ويسوى ذاك اللي منها بالمعارضة ما شارك بهذا. ظاهر اللي بعلن حدتهم ومصلحة هذا البلد، يا الله بعلن منين تعيط للدولة من أجل الهيبة ومن أجل مصلحة الشعب والأمة والبلد، يا الله يتنادى ويجي. حد ما جاء معناه أعلنوا أداماتهم ومصلحة هذا البلد اللي هو يتمالوا. وقد أكده مستشار الوزير الأول السيد شيخ نولي دومو أن السلطات العليا للبلد حريصة على إشراك كافة الطيف السياسي وهيئات المجتمع المدني في هذا الحوار المرتقب لمناقشة بكل حرية مختلف القضايا الوطنية. وأعرب والي البراكنة السيد عبد الرحمن الخطري عن أمله في أن تشارك جميع القوى الحية في هذا الحوار، لأن مشاكل البلاد لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار والتشاور. وقد أجمعت مداخلات الفاعلين السياسيين على أهمية هذا التوجه وضرورة إرساء سنة الحوار حول مختلف القضايا، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذا الحوار المرتقب. وهنا بالعاصمة استقبل قائد الأركان العامة للجيوش اللواء محمد الشيخ محمد أحمد اليوم بمكتبه في قيادة الأركان العامة للجيوش الأميرال فرناندو كارسيا سانشيز قائد الأركان العامة للجيوش الإسبانية. تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الأمني القائم بين بلادنا وإسبانيا، كما تم بحث برنامج وأهداف هذه الزيارة التي تدوم يومين. احتضنت مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط صباح اليوم انطلاق أفواج الأساتذة والمعلمين الخريجين المبعوثين إلى الولايات الداخلية. وقد تم تزويد الأساتذة والمعلمين الخريجين بالأدوات المدرسية اللازمة والطباشير والطلاء. من ساحة مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط انطلقت أفواج الأساتذة والمعلمين الخريجين هذه السنة إلى مدن وقرى البلاد. هؤلاء الأساتذة والمعلمون المزودون بالمعدات المدرسية اللازمة سيزاولون التدريس فور وصولهم إلى المؤسسات المدرسية المعنية. الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني جول داخل الباصات المخصصة لنقل الأساتذة والمعلمين واطلع على الإجراءات المتخذة من أجل إيصالهم إلى أماكن عملهم في ظروف مناسبة. هذا الحدث يدخل في إطار سلسلة أنشطة شاهدتموها في الأشهر الماضية ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع في إطار سنة 2015 التي أعلنها سيد رئيس الجمهورية سنة تعليم بامتياز. وكما تعلمون إن سيد الرئيس حريص على المصادر البشرية، ولهذا حرصنا في الوزارة على أن تكون ظروف الأساتذة والمعلمين على ما يرام لكي يؤدوا مهمتهم في الداخل على أحسن ما يرام. وتزامنا مع نقل الأساتذة والمعلمين الخريجين إلى داخل البلاد انطلقت حملة توزيع 85 طنا من الطباشير إضافة إلى كميات معتبرة من الطلاء بغية استخدامها عند الحاجة.
سنقوم بتوزيع هذه الطباشير والطلاء على جميع التراب الوطني، ونمكن بذلك العاملين في هذا المجال من الوسائل والإمكانات التي تتيح لهم القيام بعملهم على أحسن وجه دون ما تأخير. قافلة المعلمين والأساتذة الخريجين تنطلق هذه السنة في ظروف اتسمت بإحداث عدة منشآت تربوية في مختلف عموم التراب الوطني، سعيا إلى جعل هذه السنة سنة تعليم بامتياز. عقدت بعثة الاتحاد الدولي لنقابات زوال اليوم بالعاصمة مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع المنظمات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد، والتي تشمل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة للعمال الموريتانيين واتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية الوطنية للشغيلة. خصص هذا المؤتمر الصحفي لشرح أهداف زيارة بعثة الاتحاد الدولي للنقابات لموريتانيا، حيث أكد رئيس البعثة السيد ممدو جالو مدير قطاع حقوق الإنسان أن الزيارة مكنت من التشاور بين الأطراف المعنية حول مجموعة من القضايا كالقضايا على العمل الجبري ومحاربة آثار الاسترقاق، مستعرضا الإجراءات القانونية التي قامت بها السلطات الحكومية في هذا المجال وضرورة تحسين ظروف العمل والعمال بصفة عامة. وقد تخللت المؤتمر جملة من الأسئلة من طرف الصحافة الوطنية حول تلك القضايا المطروحة للنقاش، لتجد ردودا شاملة من قبل الأمناء العامين للمنظمات النقابية الوطنية. بهذا الخبر نختم نشرة الثامنة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. خلال اجتماع مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يدعو في خطاب أمام الدورة 70 للمنظومة الأممية إلى تخفيف أعباء المديونية التي ترزح تحتها بعض البلدان السائرة في طريق النمو. البعثات الحكومية المكلفة بشرح مضامين لقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني تواصل لقاءاتها التحسيسية مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد. انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.